اتجاهات من الحياة. مدام هبة، أو زي ما كانت بتحب الناس تقولها، ست تقريبا في أواخر الأربعينات من العمر، عندها عمارتين غير الكافيه اللي هي صاحبته وبتديره. هي ما كانتش جميلة لكن مهتمية بنفسها جدا، كانت أنيقة، تعرف تلبس، تعرف كويس جدا انها تغري الرجالة، ودي المصيدة اللي جابت بيها رجلين خالد. خالد كان شاب عنده تقريبا في الوقت ده 24 سنة، راح اشتغل في الكافيه عادي جدا، لقى انه مدام هبة ابتدت تقرب منه، ابتدت ان هي تطلب منه انه يقعد ساعات اطول بعد ما الكل يمشي، وهو كان بيوافق لانه كان بياخد في مقابل دوت فلوس، فكان بالنسبة له تمام. بس كان بيستغرب ان هي عارفة انه مفيش زباين هتيجي متأخر، وفي نفس الوقت عايزاه يقعد. كان بيسأل نفسه كتير هي ليه بتعمل معاه كده، لكن بالنسبة له الموضوع كان تمام طالما في فلوس طالعة. وفي يوم مدام هبة قالت له تعالى تعالى يا خالد عايزاك، ودخلوا مكتبها وقالت له كده بصراحة: بص يا خالد، انا ست ماليش في الحرام، انا معجبة بيك وعايزاك، وطول ما انت قدامي كده هفضل عايزاك، فقدامك حل من الاتنين يا ولدي، يا تمشي وما شوفش وشك تاني، يا نتجوز انا وانت. خالد سمع قال ايه؟ نتجوز ازاي؟ ده انت في سن امي. قالت له نعم يا روح امك، في سن مين يا حبيبي؟ هي امك بالحلاوة دي؟ طيب انا هديك اللي مفيش بنت صغيرة تقدر تدهولك، خد مني انت، لو وافقت انا هعيشك اللي عمر اهلك ما يتخيلوا. خالد كان مرتبك، مكانش عارف يفكر كويس، بس في نفس الوقت كان عارف ان هي ست غنية جدا، وكان عارف ان هو لو اشتغل باقي عمره مش هيعرف يوصل لربع اللي هي ممكن تحققه له. قالت له هسيبك يومين تفكر، في خلال اليومين دول ما شوفش وشك هنا، لو شفت وشك هنا تاني معناها ان انت قبلت العرض بتاعي، وهنطلع نكتب انا وانت الكتاب. اختفى خالد، قعد يفكر، قعد يحسبها، فكر ازاي يطلع من الموضوع ده على الاقل بأقل خسائر. قال لها موافق بس بشرط. قالت له ايه؟ قال لها يبقى الجوازة دي في السر، محدش يعرف عنها حاجة. ضحكت وقالت له لا طبعا، انا لو هتجوزك يبقى لازم كل الناس تعرف، انت مش هتستعر مني، انت لو ما بتفتخرش بيا يبقى ما يلزمنيش. قال لها اصلي اهلي
مش هيرضوا، مش عارف ايه، وحاجات زي كده. قالت له انا هشتري اهلك، اول ما اهلك يشوفوا الفلوس هيرضوا وهعمل لك فرح حلو. لها كمان فرح. قلت له ما انت عايز تدخل عليا سكتي؟ لا انا عروسة وبحب الدلع، انت فاهمني؟ لا طب انا يعني، طب حتى اهلي بلاش يعرفوا. قلت له اولهم اهلك، يا كده يا ما تورنيش وشك تاني. قال لها طيب. حدد ميعاد مع اهله وخلاها تروح تقابله. امه في البداية كانت رافضة تماما، لكن لما شافت الهدايا والحاجات اللي الست هبة جابتها لهم قالت لها ربنا يخليك لينا يا ست هبة، وقالت للواد مبروك عرفت تنجي يا ولدي. قال لها يا امي اتجوز؟ قالت له عرفت تنجي طبعا تتجوزها، انت مش شايف العز اللي هي فيه؟ وطبعا ابوه كان فرحان جدا وطاير من السعاده، كتبوا الكتاب وخالد اتجوز الست هبة. اول فترة كانت الدنيا عادية، الى حد ما كانت جوازة تقليدية، كانش فيه اي حاجة زهرة، لحد ما في يوم الست هبة قالت لخالد انزل اقعد في المحل 3 ساعات دول. قال لها ليه؟ مش فاهمك. قلت له يعني ايه مش فاهم؟ لا مش فاهم انت هتنزليني ليه يعني. قلت له عشان في حد جاي لي. قال لها حد مين اللي جاي لك؟ قالت له ده ما يخصكش في حاجة، وحاول تسمع الكلام عشان الفلوس اللي بتروح لأمك وأبوك ما تتقطعش. خالد اتنرفز وقال لها انت بتكلميني كده ازاي وانا مش جوزك؟ راحت ضربته بالقلم وقالت له انت لازم تعرف مقامك كويس وانت بتكلم، انت مش اكتر من نزوة وممكن انهيها في اي وقت، خليك شاطر وعاقل وانزل المحل. قال لها طيب هو انا قصرت معاكي في حاجة طيب عشان تعملي كده؟ قالت له لا المعدة مش للي في دماغك اصلا، دي واحدة ست اللي جاي. خالد خد بعضه ونزل، بس فضل مستني قدام باب العمارة عشان يتأكد إذا كانت اللي طالعة ست ولا راجل، وفعلا لقى إن ست هي اللي طالعة. راح المحل وما شغلش باله. لما رجع كان ملاحظ إن في حاجة غريبة على هبة. أولا كانت على خير طبيعتها، مش عايزة جنس، تعبانة، وده خلاه يحس انه في حاجة مش طبيعية حصلت، بس ما شغلش باله، وكان احسن له انه ما يشغلش باله. هو كان متأكد ان هبة وراها حاجات كتيرة غلط بتعملها، بس ما كانش عايز يشوف عشان لو شاف مش عارف يعيش معاه. تاني يوم لما صحيت هبة قالت له خالد ما تجيب مامتك واختك
يقضوا معانا يومين تلاتة. قال لها أمي واختي. ليه يعني؟ قلت له عشان ما ينفعش تجيب أبوك، أبوك سنه قريب من سني وما ينفعش أنه هو يجي يعيش معايا هنا، بس أمك واختك عادي. قال لها وليه أجيبهم أصلا يعني؟ قالت له هو أنت ما بتحبهمش؟ إيه؟ مش عايزهم يتفسحوا؟ يشوفوا النعيم اللي أنت عايش فيه؟ قال لها طيب. قالت له لا، هتجيبهم النهاردة. قال لها اشمعنى النهاردة؟ قالت له بص، حاول تبطل أسئلتك الكتير، تروح تعمل اللي أنا قلت لك عليه، وكفاية خالص رد على أسئلتك دي إن أنا عايزة كده. خالد نزل وراح لأمه وقال لها، وأمه قالت له ماله يا ولدي، ما نروح نقعد معاها، يمكن عايزة حاجة خاصة بالستات ولا حاجة يا ابني، أنا هاخد أختك ونروح لها. وفعلا الست الكبيرة وأخت خالد راحوا الاتنين لهبة، واللي أول ما شافتهم فرحت جدا ورحبت بيهم بشكل مبالغ فيه. بعد شوية طلبت من خالد إنه ينزل ويبقى بره الليلة دي، حاول يفهم منها في إيه، اشمعنى، طب ايه اللي هيحصل؟ قالت له مالكش دعوة، هبقى بره ولا ههينك قدام أمك وأختك؟ قال لها طيب. وخالد الليلة دي غاب، مع ان كان دماغه بتودي وتجيب، هو ايه اللي هيحصل؟ معقولة هي ممكن تعمل حاجة في وجود أمه واخته؟ مش معقولة طبعا. فراح بات في الكافيه في الليلة دي، وهو بيحاول ان يعرف ايه اللي ممكن يكون بيحصل، في نفس الوقت كل فكرة تيجي في دماغه يقول ما أمي واختي معاها فمستحيل. حتى اليوم تاني يوم الصبح جري خالد على البيت وفضل يخبط، وكانوا نايمين، فتحت هبة وقالت له ايه اللي جابك بدري؟ لا يعني ايه اللي جابني بدري، انا جاي بيتي. قالت له لا مش بيتك، ثانيا الستات جوه مريحين، ما ينفعش تبقى موجود دلوقتي. قال لها ستات مين؟ قالت له أمك وأختك واحدة صاحبتي، وما ينفعش إن أنت تبقى قاعد معانا لأن إحنا واخدين راحتنا. قال لها صاحبتك مين؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ قالت له مالكش دعوة، هتطلع ولا هرميكوا في الشارع؟ خد بعضه خالد ونزل، وهو هيتجنن، هو فيه ايه؟ هما الناس دول بيعملوا ايه؟ هي هبة عملت ايه في امه واخته؟ ومين الصديقة اللي اول ما بتوصل هبة بتطرده من البيت وبيبقى عليها علامات غريبة؟ عدى تقريبا نص النهار، خالد زهق راح اتصل بهبة قال لها ايه ينفع اجي؟ قالت له كويس ان انت اتصلت، انا هدي فلوس
لأمك وأختك عشان ينزلوا يجيبوا شوية هدوم ليهم. تنزل توصلهم وتجيب لهم اللي هم عايزينه. لا أمي وأختي مش محتاجين. ضحكت وقالت له دي حاجة ما تخصكش، انت فاهم، تعمل اللي انا بقولك عليه. قال لها هم مستحيل يرضوا. قلت له هم جنبي وهم دلوقتي هم اللي عايزينك تيجي عشان تلف معاهم وتجيب لهم اللي هم عايزينه، وهم عارفوا هيجيبوك كويس. خالد نزل معاهم، فضل يحاول يسأل أمه اللي كان مستغربها، حاسس ان في كلام كتير جدا جوه أمه بس هي مش راضية تقوله. أخته كانت مبسوطة، مبسوطة انها تنزل تجيب هدوم، مبسوطة انها هتعمل حاجة جديدة وان هي هتقب على وش الدنيا، لكن أمه كانت مكتومة وهو كان حاسس بكده. فضل يقول لها يا أمي إيه الحكاية، هو في إيه؟ قلت له مفيش حاجة يا ولدي، مفيش حاجة، هكله عشانكم، عشانك أنت وأختك. قال لها أختي ايه علاقتها اصلا بالموضوع؟ قلت له ولا حاجة يا ولدي، ما تاخدش ببالك، ما تاخدش ببالك. راح معاهم، كان بيخليهم يدخلوا المحلات ينقوا اللي هم عايزينه وهو واقف بره. بس لفت نظره ان اغلب المحلات اللي هم دخلوها كانت محلات لانجري وملابس داخلية. حس ان في حاجة غلط، كان متأكد انه هبة ممكن تكون مش طبيعية وان هي ضغطت على امه واخته عشان يبقوا معاها كده، بس اتكسف يصارح امه. حاول يضغط على اخته، قلت له فيها ايه، الست ساعدتنا عشان نجيب في دوم. قال لها يعني مفيش حاجة تاني أكتر من كده؟ قالت له لا مفيش حاجة تاني. خدهم وروحهم. اتصلت هبة بيه، قالت له يا خالد الليلة دي أمك وأختك هيجوا يباتوا عندي، انت روحتهم ليه؟ انا قلت لك تنزلهم وتجيبهم البيت عندي مش بيتهم. قال لها بعدي عن امي واختي. قلت له انت بتقول ايه، انت عبيط، هات امك واختك وتعالى احسن لك. قال لها انا مش مرتاح لك، انت شكلك شمال اصلا، انت عملت ايه معاهم؟ قلت له انت متخلف، هكون عملت ايه معاهم يعني، مستحيل اكون عملت حاجة معاهم يعني. لا ايه حكاية صاحبتك اللي لما بتيجي انتي بتطلعيني من البيت، وليه امي واختي لما نزلوا ما جابوش غير لانجري وغيار الداخلية، انت عملت ايه؟ قلت له انت انسان سافل، انت بني ادم اقل بكتير من اللي انا كنت متخيله، انت فاكر ان انا عملت حاجة مع عمك واختك؟ طب تعالى يا متخلف البيت. وراح البيت، وهناك مسكته هيبة
فضلت تضرب فيه، فضل يزعق فيها، قالت له يا متخلف انا صاحبتي دي مدلكه مساج، كنت جايبها عشان امك واختك، اني حسيت ان هم يستاهلوا، حسيت ان هم من حقهم ان يجربوا حاجه تطلعهم من اللي هم كانوا عايشين فيه. انا عملت كده عشان بحترمك، بس تفكيرك النجس ده هيخليني اعلمك الادب، هيخليني اربيك من اول وجديد. حاول يعتذر له، قلت له لا، وخد بالك لو ما سمعتش كلامي انا هقول لامك واختك انت فكرت فيهم ازاي، هفضحك قدامهم وهوريهم حقيقتك انك انسان زبالة غير الصورة اللي هم رسمينها عنك. دول كانوا فاكرين انك انت اللي طلبت مني ان انا اجيب لهم الست دي. لا طب لو انت كلامك صح انت ليه ما قلتليش حاجه زي دي؟ قلت له انت لسه بتشك؟ طيب وانا مش هريحك وهسيبك بنارك، كفايه قوي عليك انك تفضل متعصب ومش عارف الحقيقه. ايوه انا مارست الشذوذ مع امك واختك، واللي كانت معانا دي كانت بتعمل كده معاهم، صاحبتنا، واحنا الاربعه كنا بنعمل كده، وده السبب وامك رضيت واختك كمان، واحنا الاربعة اتفقنا ان احنا نبقى مع بعض على طول. لا انت بتقولي ايه؟ انت انهي فيهم الحقيقة؟ قلت له انت عايز انهي فيهم تكون الحقيقة؟ انا قلت لك الحقيقة، قلت لي وايه يثبت لك؟ طيب اختار بقى انهي فيهم الحقيقة، ان امك ست محترمة ولا ان امك مارست الشذوذ مع مراتك ومع اختك مع واحدة غريبة. وفضلت تتكلم كده وخالد يسمعها وهو مش قادر لا يطلع الفكرة من دماغه ولا قادر انه يسكتها. فضلت تضغط عليها، زعق فيها، مكانش قادر ان هو يستحمل ولا كلمة من اللي هي قالتها. قالت له لا اوعى تتخيل ان انا هسيبك، طول ما انت بالوساخة دي انا هجننك. فضلت توصف له امور وتقول له على حاجات، بعدها تقول له ده ما حصلش، ولو عندك الجراءة ارفع التليفون واتصل بامك وقول لها هو الكلام ده حصل ولا لا. تعمل كده كتير، فضلت شهر كامل على نفس الطريقة، كان بيزعق بيحاول يصور، وفي مرات خنقها ويسلب بيه ان هو كان هيموتها، بس هي ما وقفتش. قالت له عشان انت بني ادم وسخ، ما تستاهلش النعمة اللي انا جبتك تعيش فيها، بقى يا متخلف
في واحدة اتجوزت عيل صغير عشان ما تعملش حاجة حرام، تعمل النجاسة اللي جت في دماغك دي، وما سابتوش لحتى ما جاله انهيار عصبي ودخل المستشفى. الدكاترة قالوا ان هو اتعرض لضغط نفسي شديد جدا وده خلاه يدخل غيبوبة. في نفس الوقت هبة مرضيتش ان هي تسيب اهله، بالعكس فضلت جنبهم، فضلت حنينة جدا معاهم. كانت بتقولهم ان هي مش فاهمة ايه اللي حصل ولا ازاي حصل ولا ايه اللي وصل خالد للظروف دي، مع ان هي شايلها على كفوف الراحة. وقالت لأمه ان هي مش قادرة تفهم خالد في الفترة الأخيرة دي كان متعصب زيادة ليه، كان دايما عصبي بيعملها بشكل وحش. وفي النهاية قالت لهم انا اسفة ان انا هطلقه، زي ما انتوا عارفين العصمة في ايدي، بس انا ست ما اقدرش اقعد من غير راجل، وسابته مرمي في المستشفى وهو مش عارف ايه الحقيقة من اللي هي قالته له. فضل وقت طويل جدا خالد بيتعالج، ولحد دلوقتي هو لسه بيتعالج. دي حكايات من الحياة.